تنقدم هذا الافتتاح لأول شركة في صناعة اليخوت والسفن السياحية على مستوى المغرب وشمال إفريقيا. تنقدم هذا الافتتاح للأمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله، لأنه هو الذي يوفر لنا الأرضية باش نشتغلوا ونجيبوا مثل هذه الصناعات اللي بقى ناقصنا في على المستوى الوطني على مستوى المغرب. إمبراطور البحار يعني خدنا استوحينا الاسم من بغينا إمبراطورية الصناعات تكون المغرب إمبراطورية ديال الصناعات كاملة. بقى ناقصناها بعد الصناعات العسكرية، الصناعات ديال الطائرات، الصناعات يعني بصفة عامة، بقى ناقصنا الصناعات اللي كتعلق بالبحرية. أنا بصفتي المدير العام لشركة إمبراطور البحار كانت عندي واحد التجربة ديال 15 سنة بالديار الإيطالية، تما فين خديت هاد الخبرة، وكان مبرمج فاني نجيب هاد الخبرة للوطن ديالي، وكتبت ان يكون هاد اليوم المبارك هو يوم افتتاح ويوم يعني بداية الحلم اللي كنت كنحلم به من شحال هادي. درنا واحد الدراسة على لي مارينا كاملين، وحتى اللي يعني كاين الانشاء ديالو واللي قيد الانشاء. درنا واحد الدراسة، اولا احنا غادي نبداو بإعادة الترميم ديال اليخوت، وغادي يعني احنا كنركزوا حتى على اليخوت مثلا ديال الدول الاوروبيه اللي قريبه للمغرب ماشي غير للصعيد المغربي، نظرا يعني التكلفه اللي كتكون نازله واليد العامله اللي منخفضه بمقارنه مع اليد العامله باوروبا، مع اضافه ديال البصمه المغربيه. باغي نضيف البصمه المغربيه على التاسيس ديال اليخوت من الداخل، يعني ندخلوا الزليج المغربي، ندخلوا جميع داك الامور اللي شفتيها تقول هذا يعني صناعه مغربيه، مثل اللي شفتي دابا مثلا في قطاع السيارات، شفتي السياره المغربيه كتشوفها دابا كتقول هذه صناعه مغربيه. نفس الشيء بخصوص اليخوت، بدينا كنشتغلوا على تفعيل ديال الشراكات. اول شراكه اللي عندنا مع المؤسسه ديال الاي ام دي، عندنا معها اجتماع ان شاء الله الاسبوع المقبل، وبطبيعه الحال غادي نشوفوا كاع المؤسسات اللي كتعلق بالقطاع ديالنا باش نديروا معها شراكات ان شاء الله، باش يكون هذا المشروع موسع، الكل يستفيد منه، ونخلقوا واحد اليد العامله اللي هي كبيره، لان فعلا حنا غنحتاجوا في هذا القطاع يد العامله كبيره، لان في المشروع يعني في الدرجه الاولى غتكون عندنا تقريبا بين 100 و150 عامل، غنمشيو حتى ل 1000 عامل، 1000 منصب ديال اليد العامله. النسبه ديال المهندسين تقريبا تقدر تكون ما بين 20 حتى 50 مهندس. يسعدنا وجودكم هنا في حفل افتتاح لشركة إمبراطور البحار برعاية سيدنا جلالة الملك محمد السادس، والذي يقام هنا في بلدنا الثاني وفي مدينة كازابلانكا. ويسعدنا أن نعلمكم بأننا هذا الافتتاح سيكون في كازابلانكا، وموقعنا الرئيسي يكون في كازابلانكا إن شاء الله، وسوف ينتشر على بقية أرجاء المغرب وغرب أفريقيا وشمال أفريقيا إن شاء الله بمعونة الله إن شاء الله رب العالمين. وسوف نقوم إن شاء الله باستجلاب آخر تكنولوجيا ما وصلت إليها التكنولوجيا بالنسبة لصناعة اليخوت عالمياً ومحلياً. طبعاً هنا محلياً إحنا أول شركات محلياً، وسوف يقوم إن شاء الله بإعطاء لمسة وبصمة خاصة بالمغرب، فإنما ذهبت يخوتنا إن شاء الله عالميا سوف يقال بأن هذا اليخت يخت مغربي وليس إيطالي وليس إسباني وليس كندي وليس صيني أو تركي، فإن شاء الله هذا راح تكون بصمة إضافية على ما هو موجود بالسوق عالميا بإضافة بصمتنا الخاصة بنا.